ثلاث تمرات قبل وجبة الإفطار تعمل على إشباع الجسم، فقد ثبت علمياً أن السكر الموجود في التمر أسرع سكر على الإطلاق، حيث ينطلق من الفم إلى الدم مباشرة ليصل إلى مركز الشبع في الدماغ، وبعد مضي 10 دقائق تشعر أنك قد شبعت، فتأكل باعتدال كما لو كانت كأي وجبة يومية. سكر الفواكه أيضاً من أسرع السكريات التي تصل إلى مركز الشبع. عندما تكون صائماً وتفاجئ جسمك بأكل اللحوم والأرز والزيوت فوراً، فأنت بذلك تفسد النتائج الجيدة للصيام. واحدة من أهم الأساليب التي يتبعونها في اليابان لزيادة الوزن بسرعة أنهم يصومون ساعات طويلة ثم يفاجئون أجسامهم بالأكل الدسم، لذلك في رمضان يتفاجأ البعض بزيادة أوزانهم. جزء من منظومة الصوم أن تعرف كيف تفطر. بعض من التمر واللبن عادة جيدة لتهيئة الجسم للطعام بعد الصيام. هناك مقولة لغاندي قال فيها: أي إنسان يستطيع أن يصوم، ولكن الحكيم هو من يعرف كيف يفطر.